صخرة الزمالك الدفاعية خلال فترة التسعينات ومطلع الألفية الجارية، لقبته جماهير القلعة البيضاء بقلب الأسد. تميز أداؤه بالحماس الشديد والروح القتالية، وكان أحد أبرز الحلول الهجومية في كثير من الأحيان تحت شعار احترس من القادمين من الخلف. هو النجم مدحت عبد الهادي، مدرب عام الفريق الأول بنادي الزمالك. يحتفل مدحت عبد الهادي نجم خط دفاع الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب العام للفريق الأول بالنادي اليوم 12 يوليو بعيد ميلاده 49، حيث بدأت مسيرته مع القلعة البيضاء وهو في 8 من عمره بمدرسة الكرة بالنادي، واستمرت على مدار أكثر من ربع قرن. مسيرة حافلة لقلب الأسد داخل المستطيل الأخضر بقميص الزمالك ومنتخب مصر وكوجال سبور التركي، توج خلالها بالعديد من الألقاب والبطولات مع الفارس الأبيض، أبرزها 3 تتويجات بدوري أبطال إفريقيا، كذلك 3 ألقاب للسوبر الإفريقي، فضلاً عن معانقة الدوري المصري وكأس مصر والأفرو آسيوي وإفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر المحلي والبطولة العربية للأندية. كما كان عبد الهادي أحد أبرز عوامل تتويج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا عام 1998 ببوركينا فاسو تحت قيادة الجنرال محمود الجهري. تميز عبد الهادي بتسجيل الأهداف الحاسمة بالقميص الأبيض على الرغم من مهامه الدفاعية، في مقدمتها هدفه الشهير في مرمى الترجي التونسي بدوري الأبطال عام 2002، كذلك هدفاً في مرمى شوتينج ستارز النيجيري بنهائي دوري الأبطال عام 1996، وهدفه الصاروخي في قمة موسم 2002-2003 في شباك الأهلي، وغيرها من الأهداف المؤثرة والتي لا تزال خالدة في أذهان أنصار ميت عقبة. وشغل مدحت عبد الهادي عدة مناصب فنية بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، ويتولى حالياً منصب المدرب العام في جهاز الكولومبي أوسوريو، حيث يلبي ابن الزمالك الوفي نداء القلعة البيضاء دائماً دون تردد. مدحت عبد الهادي قلب الأسد، عيد ميلاد سعيد.